أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير مصر للعلاقات المتنامية بين مصر والإمارات والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال لقائه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي، حيث أشاد مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكدا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين. من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد المكتوم عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.